في بارلل مع ار 3 يعني الايكوفالنت لهم ار 1 2 3 هي ضربهم ار 1 2 ضرب ار 3 على جمعهم على ار 1 2 زائد ار 3 سو 15 ضرب 3 على 15 زائد 3 equal 2.5 ohm. شو بعمل؟ يعني أنا عم بقيم الـ R1 2 R3 عم حط محلهم ريزيستور واحد اللي هو شو؟ R1 2 3 اللي هو سيريز مع R4 أوكي؟ هلا آخر خطوة R1 2 3 سو R1 2 3 هي سيريز مع R4 هون آخر ريزيستور بطلعه هو الـ R equivalent بيكون R1 2 3 زائد R4 فإذا شو بتكون 2.5 زائد 5 equal 7.5 آخر رسمة بتكون عندي هي إنه أنا قيم هو اثنين حط محلهم R equivalent بين الـ A والـ C أوكي وأكيد الفولتج للـ R equivalent بتكون هي بذاتها الفولتج للبتر يعني إذا هاي 27 هاي 27 ونفس الكرنت اللي كان مارق بالأصل أوكي حيمرق عندي هون لأنه نحن هذا هو شرط الـ R equivalent هلا reduce the intensity of the current I يا صبايا أوكي نعمل new slide so reduce the intensity of the current I هلا reduce the intensity of the current I أي current I اللي هو طالع من وين فإذا يعني أنا بعدني ب A part 2 ال current I هو اللي طالع من البطري مظبوط so R equivalent ال current I هو اللي طالع أوكي so هون A هون C ال current I هو اللي طالع من البطري أوكي هون شو بقول apply Ohm's law فإذا ما أنا معي إنه الفولتج لل R equivalent هي بذات الفولتج للبطارية 27 فولت so apply Ohm's law أوكي on R equivalent VAC بتساوي R equivalent ضرب I بس ما أنا معي VAC هي بتساوي VPN مظبوط للبطارية لأنه parallel هي 27 فولت أوكي then I بتساوي VAC على R equivalent يعني 27 على 7.5 so 27 قسمة 7.5 بتطلع عندي 3.6 أوكي 3.6 أمبير clear طيب هلا بيقول لي يا صبايا اوكي 3.6 هلا بيقول لي determine UAB بده ال UAB وال UBC طيب صبايا UAB مش هي الفولت هي UAB هيدي الفولتج من هون لهون هي بتساوي الفولتج لل R3 بتساوي الفولتج لل R1 وال R2 وكمان شو بتساوي بتساوي الفولتج للايكوفالنت ريزيستور اللي حطيته مطرح هودي كلهم يعني لاحظي انا هون عندي A هون عندي B هون عندي C يعني UAB اوكي بتساوي كمان الفولتج للR123 مزبوط طيب انا شو الكرنت اللي ماري بالR123 هو بذاته الاي اللي عم يطلع من البطاريه مزبوط ما انا فاذا مثل ما اتفقنا UAB بتساوي الفولتج لهود اثنين مع بعض بتساوي الفولتج للR3 بتساوي الفولتج للايكوفالنت ريزيستور اللي حطيته محلهم شو الكرنت اللي ماري بالايكوفالنت ريزيستور هو الاي طيب يعني انا شو صار فيني لحتى اطلع UAB فيني اطبق اومز لو على الR123 معي R123 2.5 ومعي الكرنت I طلعته clear so لطلع UAB so 3 هون okay so to find UAB VAB فيني اختار هيدي السيركوت اللي هي شو R1 2 3 هون عندي R4 okay فاذا هون عندي point C هون عندي B هون عندي A okay apply okay Ohm's law apply Ohm's law when on فاذا R1 2 3 شو هي VAB بدها تساوي R1 2 3 times I اوكي نفس الـ I اللي طلعته هون ما هو هو بذاته اوكي فشو بتصير R1 2 3 2.5 times 3.6 اوكي so 2.5 times 3.6 which is equal to 9 volt هلا تطلع VBC عندي طريقتين فيني طبق Ohm's law فإذا تطلع VBC عندي first method اوكي فيني أقول VB هي Ohm's law VBC هي R4 ضرب I R4 نحن طلعناها أوكي شو هي الخمسة أم أوكي سو الخمسة أم سو الR4 اللي نحن طلعناها هي شو هي الخمسة مضروبة ب 3.6 سو 5 times 3.6 equal to 18 أوكي أصلا لازم جمعهم يساوي 27 تاني طريقة أنه أنا أعمل chaseless rule اوكي ما انا مع ما هو ان سيريز ار 1 2 اوكي فاذا ار 1 2 3 سيريز شو ار 4 ببلش في بي ان هيدي بي هيدي ان في بي ان بتساوي مين الحرف اللي ورا البي هي اي هي في بي اي زائد في اي بي زائد في بي سي زائد في سي ان في سي ان صفر كونكتنج واير في بي اي هيدي شو بتساوي 27 ومع الفي اي بي طلعتها فبتطلع 27 ناقص 9 فVBC بتطلع عندي 18 فولت كلير
بكل بساطة يعني جدا سهلين. أوكي هل هون يا صبايا calculate the electric power delivered by the generator. So calculate the electric power delivered by the generator. هل نحن مثل ما اتفقنا بهيك نوع من السيركوت الجنريتر عم بيعطي electric power. أوكي هل أنا طلع ومين عم ياخدها؟ عم ياخدها كل الريزيستورز كلهم هون. يعني كل لنفترض الجنريتر عم يعطي 50 واط. أوكي كل هود الريزيستور عم ياخدوا هول 50 واط. طب انا فيني استغني عن كل هو الريزيستور بمين؟ بالار ايكويفالنت. مزبوط ولا لا؟ مش هيك نحن اتفقنا بالباور؟ يعني شو صار فيك تقولي؟ فيك على طول لحتى تحسبي الالكتريك باور ديليفرد باي ذا جنريتر فيني اقول هي بتساوي في بي ام ضرب اي. اوكي وفيني احسب هي بذاتها الباور تبعيت الريزيستور. يعني ما هي مثل ما اتفقنا الباور اللي عم يعطيها الجنريتر اللي هي في بي ام ضرب اي هي بذاتها الباور اللي عم ياخذها الار ايكويفالنت تبع الريزيستورز كلهم. اوكي يعني هي ار ايكويفالنت اي سكوير. فهمت؟ بيطلع نفس الجواب. اوكي سو 4a يا صبايا سو 4a سو 4a هون فاذا 4a فاذا باور باي ذا جنريتر فيني اقول هي في بي ام ضرب اي يعني 27 ضرب 3.6 سو 27 ضرب 3.6 اوكي 79 97.2 واط. فيني طلعها بطريقه ثانيه هي الباور للار ايكويفالنت اللي هي ار ايكويفالنت اي سكوير. اوكي اللي هي شو 7.5 مضروبه ب 3.6 سكوير. ما لانه كل الباور اللي عم يعطيها الجنريتر عم ياخذها كل الريزيستور. اوكي فاذا نفس الجواب 97.2. ما هو كل الباور اللي عم يعطيها الجنريتر عم يعطي الكتريك باور كلها عم ياخذها الار ايكويفالنت وعم بيحولها. هلا بده الباور ديسيبيتد بس بين الاي والبي. طيب بس بين الاي والبي باور ديسيبيتد بين الاي والبي هن شو؟ يا اما بتحسب الباور لهذا ولهذا ولهذا اوكي بتجمعيهم يا اما باخذ الايكويفالنت ريزيستور اللي حطيته مطرح الار 1 والار 2 والار 3. ما انا بين الاي بي مين عندي؟ عندي ار 1 2 3. فالباور ديسيبيتد بين الاي بي هي ار 1 2 3 مضروبه بالاي لانه مو هو الكرنت اللي مارق فيهم اي. بس هون بدك تنتبهي اذا بدك تشتغلي كل ريزيستور لحال مضطره تطلعي الاي برايم والاي دبل برايم لانه شو هي الباور ديسيبيتد بالار 3 هي الفولتج اللي هي بذاتها في اي بي مضروبه باي دبل برايم. اوكي سو باور ديسيبيتد بتوين اي بي. اوكي سو باور ديسيبيتد اوكي بتوين اي بي هي شو؟ ار 1 2 3 اي سكوير. I123 هي 2.5 ونفس الكرنت 3.6 سو 2.5 تايمز 3.6 سكوير. اوكي شو هي 32 اوكي فاصلة 4 اوكي شو وات. اوكي طيب هلا يا صبايا calculate the energy dissipated by the circuit during 2 minutes of function. طيب باي ذا بس يقول لي باي ذا سيركوت يعني للسيركوت كله. بس ما انا حسبت ما انا حسبت الباور ديسيبيت ما انا حسبت الباور ديليفرد باي ذا جنريتر الباور اللي عم يعطيها الجنريتر اللي هي بذاتها الباور ديسيبيتد باي ار ايكويفالنت. فانا حسبت الباور هون صار فيني اطلع الانرجي. اوكي ما انت شو يعني انرجي ديسيبيتد باي ذا سيركوت؟ كيف كنا ناخذها باي ذا سيركوت يعني لكل السيركوت كنا ناخذ الار ايكويفالنت. مظبوط الانرجي بتكون باور تايمز التايم. اوكي سو هي اوكي فاذا هون شو بصير؟ فاذا سي اوكي انرجي هي الباور اوكي للار ايكويفالنت اوكي تايمز التايم يعني هي 96.2 مينت يعني 2 تايمز 60. هون مش محدد لي اليونت بس ما يحدد لي اليونت يعني انا شو لازم استخدم الجول. اوكي الجول لحتى تطلع الجول لازم الباور تكون بالواط والتايم تكون بالسكند سو هي 11.11.64 جول. اوكي كان في اللي فاذا هيدي لتطلع بالجول هاي بالواط وهيدي بالسكند تحول من سكند من مينت لسكند لازم اضرب ب 60. لو بده هيك كيلو وات اور كان لازم هيدي تضلها بالكيلو وات وهيدي بالاور. كلير يا صبايا؟ طيب هلا نحن ابلكيشن اوف اون ا شورت سيركت عم بيقول لي افترضي يا صبايا انه انا شو عملت؟ عملت شورت سيركت. اوكي ذا تو تيرمينالز بي سي ار جويند باي ا واير يعني انا عملت شورت سيركت وصلت البي والسي بواير. شو حيصير؟ الكرنت حيطلع من هون حينقسم قسم طلوع وقسم نزول حيرجع يوصل لهون. مثل ما قلنا على طول الكرنت بحب يمرق بالواير فما في عندي ولا كرنت بيمرق بالار 4 بينزل من تحت. الار 4 مش معناته بيحترق اكيد لا ستوب فانكشنينج يعني السيركوت كانه شو بتصير عندي؟ السيركوت كانه بتصير عندي هيك سو هيدا بارت بي. فاذا سيركوت كانه بس بيبقى عندي شو ار 1 وار 2 وار 3 سو سيركوت كانه بتبقى عندي هيك سو ار 1 اوكي ار 2 اوكي ار 3 اوكي هون بين A اند B. اوكي هون ولا شيء بين البي والسي لانه كانه صار في واير. طيب شو